بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد. والنهاردة الفيديو بتاعنا استكمالا لمتابعتنا لإقرارات الضريبة على المرتبات. وطبعا احنا كنا عملنا كذا فيديو قبل كده خاصين بالمنظومة الضريبية الرئيسية أو منظومة كبار زي ما احنا بنقول عليها. وطبعا يمكن كنت بلغت حضراتكم ان احنا عملنا زي بلاي ليست، عملنا ترتيب او اعاده ترتيب للبلاي ليست بتاعت القناه او المفضلات بتاعه الفيديوهات. عملنا هنا لما حضرتك تخش على القناه هتلاقي ان في بلاي ليست، البلاي ليست دي لما هتضغط عليها هيبتدي يظهر لحضرتك كويس كل الترتيب بتاع القنوات او المفضلات بتاعه القنوات. هنا في عندي ضريبه مرتبات كويس، اصبح النهارده فيها يمكن مثلا حاجه 52 فيديو بتغطي كل شيء ليه علاقه بالمرتبات، بدءا من يمكن 2020 الربع الرابع لغايه النهارده. في كمان واخد بال حضرتك هنا الكتب التوريه والتعليمات والقوانين، برضو عندنا يمكن 38 فيديو موجود بيشرح الكلام دوت. في عندنا سلسله افهم بورصه، عندنا حوكمه، ضرائب، يعني طبعا الضرائب دي احنا اتفقنا هنبتدي كل شويه نوسعها او نفصلها بحيث ان يبقى كل واخد بال حضرتك نوع من انواع الضرائب مختلف. في عند حضرتك كمان شروحات بالانجليزي للي حابب يسمع بالانجليزي، في محاضرات مسجله، في حاجات ليها علاقه بالوورد، في حاجات كمان ليها علاقه بالاكسل كويس، وفي حاجات ليها علاقه بالشهادات المهنيه والمحاسبه من الصفر والاكسل وغيره وغيره والمعايير واشياء ثانيه كتير. نتمنى ان هي تبقى مفيده لحضراتكم. هرجع تاني للفيديو بتاعنا النهاردة، والفيديو بتاعنا مرتبات وأجور. احنا زي ما قلنا نزلنا الجزء الخاص بضريبة او موقع كبار، ونزلنا كمان التسوية السنوية على الموقع القديم اللي هو اي سيرفيس. والناس طلبت مننا المتابعين ان احنا نعمل كمان نموذج 4، هنعمل سوا نموذج 4 نشوف فيه اختلافات ولا لا. انا عارف ان في حصل اختلاف بسيط في التسوية بتاعت بعد ما عملنا الفيديو، في حصل اختلاف في التسوية بتاعت كبار، هنعمل له ان شاء الله فيديو منفصل وهننزله على طول. هو مش اختلاف كبير، مش هيأثر علينا قوي، ولكن برضو يعني انتوا عارفين دايما نحب نبقى متابعين لكل جديد. طيب من غير ما اطول على حضراتكم اكتر من كده، احنا هنخش على مرتبات واجور كالمعتاد، وهنروح على نموذج 4 ونعمل نضغط على نموذج 4 مرتبات. وزي ما حضراتكم شايفين سأل على كلمة السر، هنعمل دخول ونكمل. طبعا سجلنا دخول، وهنا نموذج رقم 4 مرتبات بيقول يلتزم اصحاب الاعمال والملتزمون بدفع المرتبات وما في حكمها باعداد هذا النموذج كل 3 شهور. فاحنا طبعا واخد بال حضرتك بنقدم دلوقتي في يناير اللي هو يخص اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، تمام. فبالتالي هنيجي نختار هنا الفتره الرابعه وسنه 22. طبعا بيظهر لنا بيانات الشركه، وزي ما انتم شايفين كده بيبقى كود النشاط. وكود النشاط ده حضرتك يمكن عملنا فيديو قبل كده برضو ممكن اسيبه في الديسكريبشن ازاي نطلع كود النشاط، او المفروض لو انت متعود بتعمل الاقرار ده كل 3 شهور فبالتالي مفيش مشكله هيبقى الكود ده موجود عندك. بعد كده عندنا نوع الجهه، وقلنا طبعا قطاع خاص او طبعا حسب الجهه اللي حضرتك بتتكلم عليها. وبعد كده عندي بقى البيانات المسجله عن فترات ربع سنوية، طبعا إجمالي عدد العاملين هنحط إجمالي عدد العاملين، الأجانب لو ما فيش صفر، إجمالي الأجور المنصرفة هنقول مثلا 100,000 جنيه، تمام. إجمالي الأجور الأساسية طبعا هنا بيتكلم على غير خاضع لقانون الخدمة، إجمالي الأجور المتغيرة برضو ده غير خاضع، إجمالي الأجر الوظيفي دي جهات حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية، إجمالي الأجر المكمل دي جهات حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية، إجمالي الضريبة المستقطعة هقول مثلا 10,000 جنيه، أو مش هعملها 10,000 عشان الناس ما تتلخبطش تفتكر إن أنا عملت 10%، هقول 8,000 جنيه مثلا. واجمالي الضريبه المسدده لو حضرتك مسدد الضريبه واخد بالك كلها يبقى هنكتب 8,000 جنيه تاني، نعم مش مسددين، مسددين 7 مثلا واخد بال حضرتك، يبقى علينا 1000 جنيه هنسددها. ونعمل استمرار. طبعا قال لي برجاء ادخال الاجمالي الاجور الاساسيه وادخال اجمالي الاجور المتغيره، فهعمل كده، عملتها اصفار
كويس، فبالتالي وعملت استمرار. طبعا دخلنا المفروض ان احنا طبعا الشهور اللي فاتت دي كلها داخل الارقام بتاعتها، ابتدي هنا ادخل عدد العاملين مثلا 15، انا قلت مثلا ان هم 100,000 جنيه، فانا هفترض ان اجمالي المرتبات 33,000 في الشهر كويس، والضريبة بتاعتهم مثلا قلنا 8,000، يعني تعبنا نفسنا شوية في الأرقام ولكن مفيش مشكلة، نقول مثلا في حدود 2500. تاريخ التوريد طبعا حضرتك هتشوف انت وردت امتى. طبعا خلي بالك ان احنا هنا لما نكون بنتكلم على اكتوبر 22، فبالتالي انت بتتكلم على نوفمبر 22، هنقول مثلا سددنا الكلام ده في هذا التاريخ، وهنا برضو 15 مثلا و33 ماشي 2500، هنا مثلا بنتكلم على نوفمبر، فيبقى حضرتك في ديسمبر المفروض تكون سددت الكلام ده في خلال ال 15 يوم الاولانيين. طبعا انا بحط هنا ارقام بس للايه، للشرح، واخد بال حضرتك 15 و33 والقيمه مثلا 2500 زي ما احنا قلنا، والتوريد طبعا بقى في يناير المفروض قبل يوم 15، هنقول مثلا سددنا النهارده، مفيش بنوك النهارده بس ماشي مفيش مشكله. بعد كده طبعا في حفظ مؤقت وفي استمرار، قال لي ادخل رقم الكود الالكتروني. طبعا المفروض لو انا عارف الرقم الكود الالكتروني برضو كنا زمان قوي شيرنا، هحاول يعني اشوف لكم الفيديو ده او الفايل ده، كان رقم الكود الالكتروني او المؤسسي دلوقتي اصبح اجباري، فهنرجع له تاني واخد بال حضرتك ونشوف ايه هو. فانا هحط هنا 4 اصفار لغايه لما ارجع واشوف الفايل ده لحضراتكم او الفيديو دوت، وهشيره معاكم تاني واعمل استمرار. هيجي لي الرقم ده او الصفحه دي، الصفحه دي يا جماعه دي الصفحه اللي ليها علاقه بالاجمالات السنويه، يعني رصيد الضريبه رصيد الضريبه على المرتبات ضمن الارصده الدائنه. طيب انا كنت عليا 8 واخد بال حضرتك ودافع 6، فانا معنى كده ان انا عندي رصيد داين 2000 جنيه، فهقول هنا والله انا ظاهر عندي في ميزانيه 31/12 في 2000 جنيه لسه ما دفعوش. طب واحد لا ده انا هسدد الكل خلاص ومش هعمل، خلاص اوكي. مرتبات ومكافئات رؤساء واعضاء مجلس الاداره، هنحط الارقام طبعا، مرتبات عاملين مصريين، مرتبات عماله منتدبه، اجانب، بدلات، مكافئات، كل دي اجماليات سنويه، حصه العاملين في الارباح، مكافاه نهايه الخدمه، مقابل نقدي، مقابل رسم خدمه، مزايا عينيه، حصه المنشاه في التامينات كويس، الجهات خاضعه للخدمه المدنيه، اجر وظيفي، اجر مكمل، مبالغ اخرى، حصه الجهه من التامينات، مزايا، كل الحاجات دي محتاجين ان احنا ايه نملاها اذا كان عندنا ليها ارقام، واخد بال حضرتك ازاي. فبالتالي ايه دي سنه دي 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 صفحه سنويه تمام. طيب انا مليتها اصفار ما عنديش الارقام واخد بال حضرتك، هنا هعمل استمرار، فهبص الاقي ان ظهر لي هنا واخد بال حضرتك عاملون خاضعون، احنا مالناش دعوه طبعا. في النص الثاني ده ظهر ال 8000 اللي انا عملتها، انا قلت سددت 6، لا احنا كنا قايلين ان احنا مسددين 7، يبقى اجمالي الضريبه 8، انت مسدد 7 يبقى حضرتك واخد بالك عليك 1000 جنيه لازم ايه تدفعها. طيب انا عندي واخد بال حضرتك انا حاسب الثلاث شهور دول في اكسل شيت وعايز ابعتهم زي ما احنا اتفقنا قبل كده، حضرتك تقدر تعمل كذا حاجه في موضوع رابط التحميل ده. اقدر اروح قلت في موقع اسمه ميديا فاير، ميديا فاير ده من المواقع الكويسه جدا واللي ببلاش اوكي، تقدر تحمل عليه وتاخد اللينك تحطه هنا، او اقدر اروح على جوجل درايف، كلنا عندنا جيميل واخد بال حضرتك، فبيدينا جوجل درايف 15 جيجا ببلاش، اقدر ارفع الفايل هناك واخد بال حضرتك واخد لينك احطه هنا، واعمل لما اراجع طبعا في حفظ مؤقت لو انا عايز اروح اعمل الكلام ده وارجع مره ثانيه ماشي، او ان انا واخد بالك هنا اعمل ارسال، او ان انا اعمل معاينه. لو ضغطت كده هتنزل هنا البي دي اف فايل هنفتحه سوا. طبعا زي ما انتم شايفين كده نموذج 4 مرتبات. هنا طبعا بقى اداني بيانات الشركه فوق، وبعدين هنا نوع الجهه، قطاع خاص، الفتره الرابعه، اجمالي عدد العاملين، الاجانب مفيش، اجمالي الاجور المنصرفه، اجمالي اصول اجور اساسيه ومتغيره وهكذا، اجمالي ضريبه مستقطعه، وطبعا كل البيانات اللي انا وحضراتكم ايه مليناها للثلاث شهور. هنا برضو لو في اجماليات هتبقى موجوده، وطبعا في الاخر نفس الايه اللي موجود عندي واخد بال حضرتك 8000 و7000 في نفس الايه الصفحه اللي احنا كنا شفناها سوا.
بكده يا جماعة يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، واتذكر حضراتكم تاني احنا كده يبقى عملنا فيديوهات لكل الالتزامات الخاصة بضريبة المرتبات الخاصة بشهر يناير، عملنا السداد الشهري لمنظومة كبار، عملنا الربع سنوي لكبار وللمنظومة القديمة، عملنا التسويات السنوية برضو هنا وفي القديمة والجديدة. يمكن إن شاء الله زي ما قلت لكم هيبقى في فيديو بس لشرح الاختلاف اللي حصل في التسوية السنوية على موقع كبار، وده إن شاء الله هنعمله على طول سوا، مش هنتأخر عليكم يعني. متشكر لمتابعتكم، ومتشكر كمان على التعليقات البناءة والإيجابية اللي أنا بشوفها على القناة، بتسعدني جدا. مش عارف، مش عايز أقول لكم إزاي يعني، وإن شاء الله يعني نظل على اتصال دايما وأبدا. متشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.